السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نواصل حديثنا في المولكولار تكنيكس. وللأمانة يعني موضوع المولكولار تكنيكس يحتاج إلى فيس تو فيس توكينج، ولكن حتى ما الظروف علينا أنه يكون في هناك حديث من خلال الديستانس ليرنينج بروجرام. تحدثنا طبعا خلال محاضرات سابقة حديث على طبيعة الاكستراكشن، دي ان اي اكستراكشن، وتحدثنا على موضوع آلة البد الار ان اي، وتحدثنا على موضوع الايفالويشن للكواليتي بتاعت الدي ان اي من ناحية الكواليتي اند كوانتيتي. بعد ذلك تحدثنا على الريستريكشن انزيمز ان مور ديتيل، وانتقلنا في اخر محاضرة كانت عن البي سي ار بمعنى بوليميريز تشين رياكشن، وهناك طبعا توقفنا في الحديث وذكرنا طبيعة الهيستوري في التعامل مع البي سي ار، وكانت البداية كيف صعبة، لانه فكرة البي سي ار هي فكرة عملية امبليفيكيشن لدي ان اي، وهذا طبعا بيحتاج الى وجود هذا الدي ان اي اللي احنا عايزين نعمله امبليفيكيشن في certain condition، من باب انه احنا عايزين نعمله denaturation، وكذلك هنعمل annealing، والخطوة الثالثة اللي هي عبارة عن عملية الاكستنشن. اوكي، فالهدف كان من بوليميريز chain reaction، واحنا عايزين exponentially نزود number of the our template اللي هو التارجت that we put inside. طبعا من ناحية ساينس بدل ميثودولوجي في موضوع المولكولار تكنيكس تتطور، عملية الديسكفري للدي ان اي بوليميريز وللايجيز انزيم، وكذلك طبعا كان هناك اكتشاف لانزيمات اخرى زي موضوع التاج بوليميريز. اوكي، وهذا التاج بوليميريز طبعا احنا تحدثنا بانه تم اكتشافه في بكتيريا اسمها تيرمس اكواتيكاس، وعلى الاساس سموه تاج، وهذه البكتيريا بتعيش في اللي هو جو من الحرارة عالية، فهذا أعطى الشعار بأنه في مجال أنه إحنا نعمل عملية الـ exponential increase في number of the piece of DNA من خلال التعامل مع enzymes بهذا الشكل. والحديث كان بأنه هذا الانزيم طبعا لم نكمل الحديث عنه، بمعنى انه هذا الانزيم بانه هذا الانزيم له سيرتين كاركتر، هو طبعا الان هو مور وايدلي يوزد، يعني انت الان لما تيجي تطلب الانزيم اللي هو عادة متعارف عليه التاج بوليميريز انزيم اللي مصدره اللي هو تيرمس اكواتيكس، وطبعا الان تطلب ممكن تطلب هذا الانزيم، وكذلك ممكن اذا انت معني تحضر هذا الدي ان اي ان تاج بوليميريز في داخل اللاب، والقضية طبعا مش قضية معقدة بشكل او باخر، عملية ممكن تحصل عادي جدا. ومن ضمن الاشياء الصحيحة اللي اشتغلت عليها في موضوع تحضير التاج بوليميريز، وكأنه احنا عرفنا قطعة الدي ان اي المسؤولة عن الانزيم لانه بروتين، بندخلها في فيكتور، وهذا الفيكتور بسموه اكسبريسنج فيكتور زي ما نتحدث عنهم ليتر اون. اوكي، وبيصير هناك عمليه اكسبريشن لهذا الجين ويعطيني ترانزليشن ترانسكريبشن ترانزليشن، او بالفيكتور اسمه اكسبريسنج فيكتور، بعد هيك بيعطيني هذا الانزيم وبنعمل له عمليه اكستراكشن، وبيحصل هذا الكلام طبيعي الان في الشركات. النقطه هنا في هذا الموضوع اذا تحدث على الانزيم، معلش الحديث مش يعني مكتوب عندنا، ولكن كفكره انه الانزيم طبعا شغله عمليه بوليمرايزيشن على رينج تقريبا 70 او 75 درجه مئويه، تمام، اللي هو بيعمل عمليه ايش البوليمرايزيشن او الاكستنشن اللي حتحصل. وطبعا تقديرا ما بين كيلو و2 كيلو بيس بير، تمام، بير مينت بيستطيع يصنع هذا التاج بوليمريز، يعني يعمل عمليه بناء اللي هو بيعمل عمليه انسيرشن اوف ذا نيوكليوتايدز على البرايمرز الموجوده عندنا بشكل او باخر. وكذلك طبعا اللي عايزين نعرفه انه هذا الانزيم
كمان له هاف لايف، يعني بينفعش اروح اشتغل في بي سي ار رياكشن واشتغل مثلا اعمل 50 سايكل او اعمل 100 سايكل لفترة مثلا تتجاوز ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات، نو مش منطق. ليش؟ لانه الانزيم طبعا له هاف لايف، اوكي، والهاف لايف طبعا هذه متعارف عليه بشكل عام تقريبا من 1.6 ماكسيمم 2 اورز، تمام، اللي هي الهاف لايف لهذا الانزيم عند 95 درجة مئوية. وكأنه احنا بنقول 95 درجة مئوية هي من ضمن درجات المئوية اللي هنستخدمها في عملية البوليميريز تشين رياكشن، فلازم نراعي هذا الموضوع في هذا الجانب. على الرغم كمان يعني من باب الملاحظة انه ممكن يحصل لان بعض احيان نستخدم انزيمات تمام اكتر تحمل لدرجة حرارة، وطبعا في هناك الها امثلة انه انت ممكن في بعض انواع الدي ان اي تمام اللي احنا عايزين نعمل منه زيادة في العدد بكون عنده كمية جي سي الوت، وطبعا كمية جي سي الوت بعض احيان تحتاج الى درجة حرارة مور دان 95، تمام. وبرضو في هناك انزيمز انت ممكن تطلبهم لو انت شعرت انه عندك هذه الكوانتيتي من الجي سي في داخل هذه الماتيريال اللي هي الدي ان اي ماتيريال اللي انت عايز تعملها اكسبوننشال انكريز. وفي هناك طبعا امثله لهذه الانزيمز، كما يقال انه في عندنا انزيم متحمل درجه حراره 100 تمام اسمه فينت بوليميريز انزيم. وكذلك ممكن يحصل عندنا وجود برضو انزيمات اخريات ممكن، وطبعا هذا له هاف لايف بشكل او باخر. اللي عايز اوضحه هنا بالنسبه لموضوع التاج بوليميريز انزيم برضو له سيرتين كاركتر هنتحدث عنها ليتر اون عندما نتحدث على الكومبوننت بتاعت مين، بتاعت اللي هو البي سي ار رياكشن ميكشر. ولكن عايز اتطرق برضو من باب المعلومة هنا في هذا الموضوع انه احنا بامكاننا نعرف كم المدخل من بداية الرياكشن. يعني تصور انت قمت عملت بي سي ار، طبعا احنا كمية الدي ان اي از اتمبلت بنسميه تمبلت في داخل البي سي ار رياكشن كل ما كانت اقل كل ما كانت افضل، لانه في الاخر انا هعمل اكسبوننشال انكريز نمبر، تمام. ولكن بغض النظر قديش طبيعة الكوانتيتي انت ممكن من خلال معادلة معينة تمام تعرف قديش عندك كوبي نمبر من التمبلت اللي انت بديت فيه. وهذا الكلام طبعا هو ممكن احنا نتعرف عليه من خلال اكويجن معين، بس المجال لا يتسع الان، تمام. من خلال هذه المجال الكوانتيتي، يعني مثلا لو انا بديت بواحد مايكروغرام وان كان الوت من دي ان اي، تمام، بديت بواحد مايكروغرام من الدي ان اي وعايز تعمل له بي سي ار قطعه دي ان اي، تمام، اخذت انت عندك طبعا او اخذت الجينوم بتاعك واحد مايكرو جرام بعد ما عملت له اكستراكشن 100%، فبقول لي تقديرا تمام هذا الواحد مايكرو جرام اوف ذا دي ان اي ممكن يكون فيه او مش ممكن من خلال عمليه حسابيه طبعا تقريبا 3 في 10 قوه 5 كوبي، يعني 300,000 كوبي. يعني التارجت بتاعك موجود تقريبا 300,000 كوبي منه انت عايز تعمل له اكسبوننشال. وهذا طبعا بيحاول يوضح لي انه مدام انت عايز تعمل بي سي ار نو نيد يكون عندك 300,000 كوبي من التارجت تاعك. لو كان عندي 5 10 100 كوبي 1000 كوبي يا سيدي نو بروبلم. وضحت؟ يعني القضيه مش قضيه ان قديش احط تمبليت في البي سي ار رياكشن، هذا من باب العلم. وكذلك ممكن يعطيني معادله اخرى من خلال برضو قياسات معينه انه هذا اللي انت بديت فيه كتمبليت 3 في 10 قوه 5 كوبي زي ما ذكرت الان من خلال واحد مايكروغرام من التارجت تاعه، لو انت عملت له مثلا 25 سايكل، ها، وكانه انت الان بتقول لي انه البي سي ار هو عباره عن سايكل نمبر، وكل سايكل تمام زي ما تحدثنا في المحاضره السابقه كل سايكل فيها عباره عن different range of temperature لازم تعدي عليها هذه التمبليت، اللي هي temperature للديناتشيريشن، temperature للانيلينج،
وتمبريتش طبعا النيلينج اللي هو عباره ارتباط البرايمر بتاعتك على التمبليت، والتمبريتشر بتاعت الاكستنشن اللي هيشتغل عليها مين؟ اللي هو الانزيم تاج بوليمريز. اوكي؟ وبيحصل عندي طبعا وجود نمبر اوف سايكل، قول صار عندنا 25. اذا هذا التمبليت اللي انت اخذته بهذا النمبر اوف كوبي بهذا النمبر اوف سايكلز، ممكن يحصل عندنا لو انت عملت كواليتيتيف تقريبا بيطلع عندنا 2 في 10 قوه 13 مولكيول من التارجت بتاعك. انت بديت بقى كم؟ بديت ب 300,000 وانتهيت تقريبا ب 2 في 10 قوه 13 كوبي موجود عندك او من المولكيول هذا. وكذلك ممكنك تعرف الويت بتاع هذا الموضوع. هذه امور بامكاننا نعرف. هذا ليش كلام حد يتحدث فيه؟ من باب اعطيك اشعار انه احنا لما نبدا بكميه اقل نو بروبلم ات ويل بي مور بيتر في موضوع الدي ان اي امبليفيكيشن على مستوى البي سي ار رياكشن. هذا جانب. اذا هذه النقطه بتخلينا نجي ننتقل لنقطه ممكن تحدثنا عنها، انه البي سي ار كبي سي ار از ا تكنيك ناو از ا كومون تكنيك بيستفيد منه طبعا. اوكي، بيستفيد منه خلال الدي ان اي كلونينج طبعا، من خلاله ممكن نعمل كلونينج للقطعه هذه، من خلاله ممكن نعمل سيكونس للقطعه هذه، لانه انت صار عندك اكستراكشن او عندك يعني بيوريفيكيشن لقطعتك انت اللي بدك اياها. ممكن نستخدم الدي ان اي في الفايلوجيني اوكي، انه احنا عايزين نعمل دراسه لطبيعه الجينات الموجوده بشكل او باخر. تمام، ممكن ندرس نعمل عمليه اناليسز للجينز مستقبل، ممكن نطلع على ديزيز معين ايش طبيعه المرض من خلال البي سي ار، ممكن نحاول نعمل من خلال نشوف ايش اذا كان عندنا انفستيجيشن لموضوع فورنسيك ميديسن، نشوف الجينيتك فينجر بريت اللي هي عباره عن طبيعه اللي ذكرنا عنهم مايكرو ساتلايت والميني ساتلايت، نقدر نحدد ونقول الاختلاف ما بين شخص واخر. هذا الكلام ممكن احنا نعرفه. تمام، از والاز ممكن نعمل دايجنوستس لانفكشن، او ممكن نقدر نعمل كلاسيفيكيشن لسيرتين مثلا تايب اوف سترينز اند سو اون. اذا هذه عباره عن اشياء احنا ممكن نتحدث عنها في موضوع البي سي ار. هنا عندنا صورة البي سي ار ماشين، ان شاء الله حتشوفوه من خلال اللابس. الموضوع هنا في البي سي ار طبعا زي ما احنا عارفين بنحتاج الى عدة شغلات، بنحتاج الى التمبليت، وكأنه انت بتقول لي الرياكشن لازم يكون عندي انا التمبليت دي ان اي تمبليت، لازم يكون عندي التمبليت المقصود فيه الدي ان اي ذات وي ار انترستد، والدي ان اي احنا عارفينه طبعا انه اوكي هذا الدي ان اي متعارف عليه نظيف و100% ما فيش عندي بيوريتيز ان اتس اوكي، واحنا عارفين الكوانتيتي. تمام، بنحتاج بعد هيك يكون في عندي انا مثلا برايمر، اوكي بحتاج انه يكون عندي تاج بوليمريز انزيم. تمام، وبحتاج يكون في عندي دي ان تي بي او دي ان تي بي، دي ان تي بي اللي هو دي سي تي بي دي اي تي بي دي جي تي بي واللي هو دي تي تي بي. اوكي، وكذلك هيكون عندي بافر. تمام، وكذلك يكون عندي داي فيلنت كاتايون زي ماغنيسيوم كاتايون، ويكون عندنا بسيرتين طبعا كونسنتريشن بشكل او باخر وطبيعه البفر. البفر طبعا هنا في عندنا توكينج الوت على البفر. اوكي، لكن هو البفر عباره عن سيرتين بي اتش كونديشن بدنا نوفرها عشان يحصل عندي الرياكشن زي ما احنا عارفين. اوكي، اللي بصير عندي انا هنا هذا الكلام نتجاوزه. اوكي، طبعا طلع عليه اتس اوكي. البي سي ار براكتيكال اسبيكتس بتاعته، اوكي خلينا نطلع على الرياكشن الموجود عندي. اوكي، طبعا دائما في عندما تشتري الانزيم بكون عندي البانفليت بكون موضح لك انه هذا الانزيم موجود وموجود في درجه حراره معينه، وايش الريجنت الموجوده معاه، وايش البفر الموجود معاه، كيف يشتغل الرياكشن، وبوضح لك كمان طبيعه الكونسنتريشن الفاينل كونسنتريشن الموجود عندك.
النقطة اللي عايز أحكيها زي ما تحددت في موضوع الريستريكشن انزايم، أوكي، إنه أنا ممكن أشتغل عينة وممكن أشتغل 100 عينة، وموضوع العمل على 100 عينة زي ما ذكرنا في الريستريكشن انزايم نفس الفكرة، إني أنا ممكن أعمل رياكشن ميكشر، ممكن أعمل إيش؟ رياكشن ميكشر، أوكي. والرياكشن ميكشر طبعا إنه أنا بدي يكون في عندي تمبليت، أوكي، عند تمبليت الدي ان اي ذات اي ام انترستد ان، تمام. وبعد هيك بكون عندي البفر، تمام، وبكون عندي الدي ان تي بي، ممكن يكونوا مع بعض كلهم في فايل واحد او كل واحد له فايل، لكن الافضل يكونوا مع بعض في فايل، ونقدر ناخذ بسيرتن مولاريتي. وقديش طبعا انت لازم تكون عامل بحسابك التركيز بتاعت البرايمرز، التركيز بتاعت الدي ان تي بيز، تمام، بده يكون متعارف عليك بشكل او باخر، قديش الفاينل كونسنتريشن، لانه ما ينفعش احنا نحطها بهازارد بشكل عام. النقطه اللي عايز اتحدث عنها كمان في هذا الجانب، انه بالنسبه للتاج بوليميريز وليكن اخر شيء، فالافضل دائما عندما تشتغل انت في عده عينات انك تطلع اللي هو الرياكشن وتحطه عندنا بثلج، او تحط هذه الكومبوننتس وتبدا تعمل ايش؟ رياكشن ميكشر، اذا كنت معني تشتغل بعده عينات. طبعا هنا في هذا التيبل اللي تحت عندنا، اوكي، بقول لي انا عندي كومبوننتس الموجود عندي هنا ذا فاينل كونسنتريشن، يعني بقول لك اذا كان عندك برايمر، طبعا انا دائما لما بكون عندي برايمر عايز يكون عندي برايمر تنين برايمر، في عندي فورورد برايمر وعندي ايش؟ وعندي انا ريفيرس برايمر، اوكي. يعني تصور انك انت معني الان، مدام ذكرت لك انه انا عندي البي سي ار والانزيم بامكانه يشتغل ويبني لي تقريبا كل دقيقة بين 1000 او 2000 نيوكليوتايد، اوكي، معناته انا في الحالة هذه بدي استخدم طبعا برايمرز. البرايمرز هذه بدها تكون على ايش؟ متعارف عليها في لها ديزاين، وطبعا في هناك بروجرام للبرايمر ديزاين لقطعة الدي ان اي ذات يو ار انترستد ان، يعني اذا انت معني ببيتا جلوبولين بروتين او جين، فعندك برايمر حيكون فورورد برايمر، وكذلك عندك برايمر حيكون عندنا ايش؟ ريفيرس برايمر ود سيرتين كونسنتريشن، وكذلك عندك الدي ان تي بي بانواعهم، كذلك في عندنا كي سي ال از اسولت في هذا الموضوع. في عندنا التريس بافر موجود، اوكي، عندنا ام جي سي ال برضه موجود مطلوب للانزيم اكتيفيتي، وكذلك عندي انا ايش؟ التاج بوليميريز. اذا التاج بوليميريز هو عباره عن يونت، وكذلك بيعطيني في الفايل بتاعته كم يونت عندي بير ام ال، فاحنا القضيه مش قضيه كتره ام ا قديش يونت قديش، لا، عندنا ممكن يكون ان ذا فاينل بكون عندي 2.5 يونت، اتس اوكي نو بروبلم بشكل او باخر. نبدا بكوبي 10 قوه 2 يعني 100 كوبي، اتس اوكي واتس انف. لو بدينا يعني بامكان نبدا بنانو جرام في هذا الموضوع. بيجي بتحدث لي بيحكي لي انه انت البرايمرز اللي انت هتستخدمهم، اوكي، البرايمرز اللي هتستخدمهم لهم سيرتين كاركتر لازم انت تكون عارفهم. فبقول لي ان جنرال البرايمر، طبيعه البرايمر كبرايمر، اوكي، من 18 ل 30 نيوكليوتايد ات ويل بي اوكي، يعني اللي هو البرايمر فورورد والبرايمر ريفيرس، لو كان عندي من 18 ل 30 ات ويل بي اوكي نو بروبلم في هذا الموضوع. هذا الشغل. الشغله الثانيه انه انا بدي يكون في عندي حاجه اسمها تي ام، تي ام اللي هي عباره عن ميلتينج تمبريتشر، اوكي، ميلتينج تمبريتشر، بدك تراعي الميلتينج تمبريتشر اللي بتعمل عمليه فصل اللي هو الستراند عن بعض تقريبا بشكل او باخر، تمام، او هاف اوف ذا كومبوننتس، اوكي، من هذه الدي ان اي. فتي ام التمبريتشر لها قيمه ايكوال 2، تمام، في اي بلس تي زي ما احنا شايفين بلس 4 جي بلس سي، اوكي. يعني بمعنى انا بروح اشوف التمبليت، فهمنا التمبليت، بنروح بنشوف البرايمر الفورد برايمر، انا في عندي مثلا 24 نيوكليوتايد، ال 24 بشوف قديش في عندي اي زائد قديش عندي تي بضربهم في 2، قديش عندي جي وقديش عندي سي بضربهم في ايش؟ في 4. هذه عباره عن التي ام، اوكي. الان برضو البرايمر الاخرى، اوكي، بده يكون عندي برضو تقدير
انه تقريبا الدي ام للبرايمر الاولى والبرايمر الثاني تقديرا يكونوا ما فيش فرق ابو تقريبا خمس نيوكليوتايد عفوا خمسه التمبريتشر عليهم. اوكي يعني نفس القضيه البرايمر الاخرى بده يكون عندي الدي ام نفس الشيء 2 في A بلس T بلس 4 G بلس C في هذا الموضوع. طيب هذا جانب. جانب تاني طبعا هذا الموضوع عرفت انا في التمبريتشر المقبولة قول عندنا مثلا 65 تي ام او 70، بتوقع انا انه لما اجي اعمل عملية الانيلينج تمبريتشر تكون عندي اقل، يعني احنا مش هنصل لعملية ميلتينج. تمام؟ إذن الميلتينج تمبريتشر أقل منها تقريبا نقول بخمسة بسبع درجات أو ما شابه ذلك. تمام؟ أوكي؟ بتكون هي عبارة عن إيش؟ الأنيلينج تمبريتشر that we are interested in. إذن دلالة التي أم هي نأخذ منها الأنيلينج تمبريتشر، لأن هذه كلها معايير لازم إحنا نحطها كتقدير، لابد يكون عندي في البداية ترايل لهذا الموضوع. الشغلة الثالثة انه لابد ما يكونش عندي كومبليمنتري ما بين التو برايمرز، يعني او حاجه اسمها برايمر دايمر، لانه بعض الاحيان انت ممكن تكون تشتغل و100% تمام وتروح تحط البرايمرز توجدر ويروحوا يشبكوا البرايمر على بعض. من اي ناحيه؟ من ناحيه التري برايم. اوكي وايش اللي يحصل عندي؟ يعني انا عندي برايمر طولها مثلا من 5 برايم 3 برايم، والبرايمر الثانية 5 برايم 3 برايم، طول الواحدة مثلا قولي 25. تمام؟ في هذا الأمر ممكن يحصل عند 3 برايم لكل واحدة يكونوا النيوكليوتايدز النيل لإيتش أذر عند 3 برايم لكل واحد. لما يجي الإنزيم بده يروح يشتغل، وين هيشتغل؟ هيروح يكمل البناء عبين ما يصل لنهاية البرايمر ويكون عندي حاجة اسمها برايمر دايمر. إذن هذا نقطة مهمة. البرايمر دايمر اللي هو عبارة عن تشكيلة برايمرز دبل برايمرز بيكونوا موجودين عندنا، وهذا بيعمل استنزاف للنيوكليوتايد الموجودة عندي. تمام؟ اللي انت حطيتهم في الرياكشن ميكشر بشكل أو بآخر. إذن ضروري ما يكونش لتري برايم تاعت كل برايمر كومبليمنتري للتاني. الشغلة الرابعة والخامسة انه احنا بده يكون عندي بيرفكت ماتش وده 3 برايم اد. تمام؟ بيرفكت بمعنى لما احنا نضيف عندي 3 برايم يكون عندنا بتاعت السيكونس حيكون عندي 5 برايم ماشي. تمام؟ في كل نيوكليوتايد من هذه النيوكليوتايد احنا قلنا في عندنا اصلا قطعه الدي ان اي اللي احنا عايزين نعملها امبليفيكيشن اعتبرها 5 برايم 3 برايم و 3 برايم 5 برايم كومبليمنتري تو ايتش اذر. لما بصير سيبريشن تتاكد انه بالفعل انه البرايمر اللي انت اخذتهم انه عند ال 3 برايم اوكي حيكون هناك بتاعه 3 برايم اند تشبك كويس على منطقه ال 5 برايم بتاعه التمبليت بتاعتك. اوكي هذا جانب. شغلات اخرى اكيد في هذا الموضوع انه انت كمان لازم عامل في حسابك ان لما تيجي تعمل بي سي ار مش روح نعمل بي سي ار لانه يعني قطعه دي ان اي 50 مش منطق النيوكليوتايد. ليش؟ لانه البرايمر لما انت تيجي تشتغلها برايمر دايمر هي تقريبا احنا قلنا 18 وحتمشي لها شويه. تمام؟ البرايمر دايمر قول ممكن تعطي 30 او ممكن يعطي عندي تقريبا المنتج عبارة عن 40. طب إذا كان عندك التارجت تاع غير البرايمر دايمر 50 وإنت عملت رن على الجل هذا البرودكت تاعتك اللي إنت بدك تستناه، فمعناته هذا إيش هيحصل؟ إنه حيصير عندك كونفيوزينج، هل هذه برايمر دايمر أو مثلا هذه عبارة عن البرودكت تاعي ذات أي أم إنترستد إن؟ إذا معناته أقل شيء لازم تكون الطول بتاعت البرودكت يعني ما يكونش أقل من 150 200 بيس بير في هذا الموضوع. والشغلة الثانية كمان اللي عايز احكيها انه بدناش يكون عندنا سكندري ستراكشر في داخل البرايمر. يعني مثلا يروح انا يكون عندي هذه كان الشغلات بدنا نراعيها، انه مثلا عندي انا البرايمر خلينا نحكي كالتالي، والله عندي انا في الفايف برايم هذه البرايمر سي تي جي اي. تمام؟ سي تي جي اي، وفي نهاية البرايمر
عندي تي سي اي جي. ها اذا البدايه 5 برايم سي تي جي اي، امشي 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 في البرايمر بتصل بعد هيك ايش الى سي، الى عفوا تي سي اي جي 3 برايم. اوكي فبتلاحظ انه التنين الاربعه نيوكليوتيد في البدايه مع الاربعه اللي في النهايه تلاقيهم كومبلمنتري لاتش اذر، ممكن يعملوا لي سكندري ستراكشر وحيعمل لي عطل او اشكاليه في موضوع البرايمر اللي هو النيلينج على مين، على التمبليت بتاعك. اذا بدنا نراعي هذه القضيه. والشغله الثانيه كمان نراعي انه طبيعه الجي والسي، اوكي الكونتنت بتاعت الجي والسي ما يزيدوش على من 40 ل 60%. اوكي ما يكونش عندي ايش اكتر من 40 ل 60% من التوتال، ايش من التوتال برايمر نيوكليوتايد. يعني الجي والسي لو كانوا عندي 25، لو كان عندنا مثلا 12 كان عندي 13 15 لا 15، يعني الوت 13 15 10 من الجي او السي، مجموع الجي والسي توجذر اتس ويل بي اوكي نو بروبلم في هذا الموضوع. اوكي وما يكونش عندي جي سي الوت تمام، ليش؟ في نهايه عند التري برايم اريا بتاعت البرايمر على اساس ما يكونش عندي ارتباط جامد مع مين، مع اللي هو التمبليت. هذه كلها امور لازم انا اخذها في الاعتبار تمام بالنسبه لمين، بالنسبه للجي سي. وهذا الكلام واضح، جي سي عندي انا هنا مش لازم يزيد من 40 ل 60، وكمان ما يكونش عندي اكثر من 2 او 3 على التري برايم ان في هذا الموضوع. هذا بالنسبه لمين، للبرايمر كاركتر. other components ان الانزيم طبعا زي ما ذكرت لكم ان الانزيم بيكون موجود عندي ومعروف، بطلع على تفاصيل الكونديشن بتاعته وايش البيفر اللي بيشتغل عليه وقديش الكونسنتريشن بتاعه تمام، وايش تعريف اللي هو اليونت بتاعته لانه هو عباره عن يونت. اوكي في طبعا بان بامفلت موجوده وبنقدر نشوفهم ونعرف ايش الامر. طبعا هذا الانزيم بالمواصفات، واحنا تحدثنا في بدايه المحاضره انه انا الانزيم له هاف لايف، عشان هيك بده يكون عندي انا منطق انه انا مش اروح احط بي سي ار اعمل 70 80 سايكل. نو مش منطق، لانه بده راعي طبيعه ايش الانزيم هاي فلايف بتاعتي. اوكي طبعا هناك قضايا عباره عن عمليه نسبيه اربع نو مور دان فور اور كثيره، يمكن ثلاث ساعات برضه ممكن تكون كثيره شويه تمام، لانه بعتمد على طبيعه البي سي ار. ممكن صار عمليه موديفيكيشن افضل للانزيم اكتيفيتي صارت اتس اوكي. الالونجيشن ريت، الالونجيشن ريت واحنا ذكرنا الالونجيشن ريت وظيفه الانزيم هو عباره عن عمليه الالونجيشن، لانه احنا الان تصور احنا قلنا السايكل هي عباره عن 3 ستيب، عباره عن ديناتشريشن، عباره عن انيلينج، عباره عن الالونجيشن. الالونجيشن هو الاكستنشن، تقريبا ممكن يحط عندي 1000 تقريبا، طبعا 40000 شويه مش صح كثير، 40 عفوا 1000 بيس بير نو تمام، ممكن يصل 10 كيلو في الكواليتي بتاعت الانزيمز ممكن، لكن لازم بدي برضه اعرف الالونجيشن ريت بتاعت الانزيم، يعني بير مينيت تمام بده يكون عندي قديش كم نيوكليوتايد ذا انزيم كان انسيرت ان ذا سيكونس ذات وي ار انترستد ان. البروسيسيفيتي طبعا هذه عباره عن ايش، بروسيسيفيتي هي يعني عباره عن توصيف. اوكي بقول لي تقريبا قديش يمكن عندنا هنا واضحه اكثر، the degree of processivity refer to the average number of the nucleotides added each time، يعني كل وقت قديش بقدر يحط. يعني الان اجل الانزيم شبك عندنا في هذا كم nucleotide can be added في in certain time، هذا بسموها processivity ليس الا عباره عن تعريف. الفيديليتي اللي هو عباره عن عمليه الاتقان، وكأنه زي ما ذكرنا موضوع وكأنك أنت الآن تشتغل في التطريز بتعمل إضافة 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 إضافة، فأكيد في عندك نوع من المستيك تمام. أوكي إن جنرال طبعا هذه قضية تقديرية، ممكن تكون واحدة لكل 10 قوة 4، يعني ممكن يصير عندنا نيوكليوتايدة فيها خطأ تنضاف لكل 10 قوة 4 بشكل أو بآخر تمام. وهذا بيعتمد برضو من طبيعة الكواليتي بتاعة الإنزيم التاج بوليمريز وكيف صار له بيوريفيكيشن وكيف صار له موديفيكيشن في التصنيع. هذا الشغلة، هذا بالنسبة لموضوع الفيديليتي تمام. اوكي اذا الفيديليتي قلنا اللي هي عبارة عن
امبليكون التيميت هاف ان اوتيريور ديستنيشن، تمام، اللي هو المقصود فيه قديش انه في عندك ايرور ممكن يدخلها، يعني ايرور النيوكليوتايد يدخلها عندي انا التاج بوليمريز في هذا الرياكشن. كمان في عندنا الانزيم له ميزه انه ممكن يعمل كوركشن، ممكن ندخل اشي بالخطا فممكن يعمل لي كوركشن من 5 ل 3 بيعمل لي اكس نيوكليز اكتيفيتي او 3 ل 5 اكس نيوكليز اكتيفيتي، وهذا الكلام كله بيحصل في طبيعه الموديفيكيشن اللي صارت عندي لهذا الانزيم. اوكي اوكي وهذا طبعا ما دام في عندنا كوركشن اذا معناته في عندنا بروف ريدنج كويس، بروف ريدنج كويس. تاج مان هذا عباره عن اضر انزيم اخر في ريال تايم بي سي ار. اوكي طيب اوفر هانج نوز ايش يعني؟ بقول لي هنا انه في عندنا دائما في نهايه الانتاج، الان احنا بنينا السيكونس اللي بدنا اياه التمبليت، عملنا له امبليفيكيشن، في عندنا اديشن اوف اي على 3 برايم اند، في عندنا ايش؟ اديشن اوف اي. ويمكن هذه ذكرتها انا مره، قلت لو انا بدي اعمل كات لقطعه دي ان اي واشبكها، تمام، اذا ذاكرين، وهذه قطعه البي سي ار وبدي احطها في فيكتور، بدي اروح اضيف تي على الفيكتور عندما اقطع. ليش؟ لانه انا بعرف انه قطعه البي سي ار اللي انا بدي ادخلها في الفيكتور في عندها ايش؟ في عندها اي، فلازم ادير بالي في هذا الموضوع. هنا الصوره بتوضح لي انه طبعا الان الاجهزه كلها الغطاء بتاعهم الجهاز في البي سي ار هو عبارة عن هيت ليد، فعشان هيك لحاله ما بصيرش عندي ايش دي كوندنسي او كوندنسيشن للفيبر، لانه انت عارف بندخل احنا على 95 فمعناته في عنا ممكن يحصل شوية فيبوريشن على السيرفس، لكن ما دامه هيت اذا ما بصيرش عندي كوندنسيشن للفيبر لهذا، لانه لو صار في عندي كوندنسيشن معناته الرياكشن ميكشر، اعتبر هذا هو الرياكشن ميكشر، تمام، اللي هو يقول عندي 50 مايكرو، تمام، التوتال فوليوم او 100 مايكرو مع الوقت ممكن ينقصوا، وهذا امر مش صح. فزمان كانوا الاجهزه ما كانش فيها هيت ليد، فكانوا ايش يروح يحطوا عندنا اويل، تمام، عندنا ايش يحطوا اويل على الرياكشن بحيث انه ما يصيرش ايفابوريشن، تمام، لكن الان الاويل نو نيد لانه اوريدي في عندنا هوت ليد بتاع اللي هو موجود عندي على جهاز البي سي ار، موجود عندنا اللي بغطي لي العينات. نيجي لو طلعنا على الصورة هنا بشكل مختصر، طبعا انت في مخك بده يجي الوضع كالتالي، انه انا في عندي برايمرز، اوكي، بيكون عندي انا برايمرز، والبرايمرز هذه هتبدأ من خلالها يصير عملية البناء. من هذا الاستراكشر بحاول اوضح لك انه لو انت يعني تخيلت، وان شاء الله بصير نتقابل، البي سي ار لما انت تعمل دينتشريشن للعينه الان تو ستراند، اوكي، طبعا لما تحط يجي البرايمر يصير يعملوا انيلينج، تمام، عند مثلا تمبريتشر معين، وبيبدا بعد هيك يصير عندي الالونجيشن، الانزيم بيبدا يبني في الاول سايكل، والسايكل الثاني يعني لانه بعض الاحيان بيحصل انه انت عندك الدي ان اي اللي انت قطعته او الدي ان ممكن يكون عندك الجينوم تاعك وانت بدك البيتا جلوبين، والبيتا جلوبين 2 كيلو، فحيشبك اللي هو البرايمر عند الحفه بتاعت مين؟ اللي هو البي سي ار بتاعت البيتا جلوبين جين مثلا على سبيل المثال. اوكي في اول سايكل حيضلوا ماشي لانه ما فيش نهايات له، لكن بعد تنتين ثلاثه سايكل تحس انه صار في عندنا ليميتيشن للتارجت تاعنا، انه انا بدي هذا التارجت زي ما انتم شايفين، وببدا بعد هيك السايكلز يعطيك التارجت الى ان يحصل عند اكسبوننشال جروث لهذا النمبر بشكل او باخر. اوكي طبعا الفيجر بوضح لي، بقول لي انا في عندي دينانشريشن زي ما ذكرنا، عندي انيلينج 65 ممكن يكون اقل، 55 ممكن يصل، عندي الونجيشن 72 طبعا، وبكون محدد التايمينج دينانشريشن اذا اوكي 30 منت 30 سكند اوكي، هنا ممكن يكون نص 30 سكند برضه اوكي، هنا 1 منت برضه اتس اوكي، مش قضيه كبيره في هذا الموضوع.
وبقول لي طبيعة النمبر of the change في السايكل، قلنا ما يزيدش عن 40 بشكل أو بآخر. أوكي، initiation step. طبعا في بعض الاحيان بيقول لك اعمل initiation step، تعمل denaturation لمده 10 دقائق، لكن نو no بروبلم في هذه القضيه، ممكن لو بديت مباشره اتس اوكي. تمام، في بعض الاحيان بيجي بيقول لك في عندنا هوت ستارت. هوت ستارت انه انت ممكن مباشره تبدا من حراره عاليه، يعني تحط اللي هو التيوب ستاتك تمام في الحراره عاليه على طول، اوكي، مباشره تعمل denaturation. اوكي، يعني يكون عندك دينا. وهذا الكلام بصير عندنا بعض الاحيان، انه بكون في عندنا الشركه انت طالب منها طالب انزيمز، هذه الانزيم الانزيمز عليها بلوك للاكتيف سايت بتاعته من خلال انتي بودي، فانت على اساس انك تضمن، لان وانت مثلا في الرياكشن قاعد بتحط عندك تمبليت، بتحط عندك البي سي ار البرايمر والدي ان تي بي والبفر، ممكن بعض الاحيان يحصل عندي رياكشن يعني على درجة حرارة معينة، تمام، لكن هذا الكلام عشان قلنا الأفضل يكون الشغل في يكون عندي اللي هو التلج موجود، بحيث انه يكون على تمبريتشر عالية يمنع اللي هو بسموه الانوانتد رياكشن او النيلينج رياكشن، تمام. هذا جانب مهم. الجانب الثاني بعض الاحيان في منهم بده يطلب مثلا تاج بوليميريز بسعر اغلى، بكون عنده الاكتف سايد بتاعت هذا الانزيم صار لها بلوك من خلال انتي بودي، فبسموا الرياكشن في الحلقه هوت ستارت، يعني ما بصيرش الا عندما نضع الانزيم رياكشن في درجه حراره عند ال 95 بيبدا يرتفع الانتي بودي وفي مجال يصير عندي رياكشن، تمام، قصدي يعني بعد هيك بصير الانزيم يشتغل. اوكي، فممكن او بمعنى اخر انك انت على طول تنقل اللي هو التيوبز اللي فيها كل الكومبوننتس وعلى طول تدخلها على البي سي ار ماشين هو هوت عند 95. بيحصل ديناتشريشن ستيب احنا قلنا اللي هي عند 95 ممكن تاخذ لها 30 سكند، هذا الكلام واضح بديش اظن اعيد. اوكي، النيلينج قلنا 55 60 50 60 55. اوكي، ممكن يكون عندي على برضه نفس القضيه زي ما ذكرنا عشان يصير في بايندينج للانيلينج بتاعت البرايمر على التمبلي. التاج بوليمريز تمام واضح شغله وين؟ شغله في الاكسبوننشال عند اللي هو تقريبا 75 70 اتس اوكي، تمام، 1 مينت اتس اوكي بشكل او باخر، تمام. هذا بالنسبه للدي ان اي، عفوا التاج بوليمريز في هذا الموضوع اكستنشن. بعض احيان بيعمل فاينل الونجيشن، يعني ايش بيعمل فاينل الونجيشن؟ يعني بتخلي بعد ما ينتهوا السايكلز كلهم بتخلي الانبوبه على درجه حراره 70 وتزود مثلا 10 دقائق، تمام، تخلي الجهاز على 10 دقائق ولمده 10 دقائق على 70 على اساس تضمن انه صار عندي كومبليت سنتسيز للتارجت تاعك. هذا ممكن يحصل عندنا، لكن بشكل او باخر ممكن لو ما صارتش نو بروبلم في هذا الموضوع. اوكي، وهيك بصير عندي البي سي ار. بعض الاحيان انا بدي اشتغل البي سي ار وبدي اعمل رن والوقت متاخر في النهار في المغرب مثلا او ما شابه ذلك، ممكن بعد تحط كمان تمبريتشر 4 درجات مئوية حسس تضمن انه الرياكشن ضايل وكانه مخزن في ثلاجه في داخل اللي هو التير بعد السايكل. بيحصل هذا الكلام. عندنا نقطه ثانيه الكنترول. مش غلط انا لو عملت بوزيتيف رن للبوزيتيف كنترول ولا نيجاتيف كنترول، يعني يكون عندي مثلا موجود عندي اللي هو انه اتاكد انه الانزيم تمام، يعني انا في عندي تمبليت وعندي برايمر ممتاز اوبتيمال وبفر اوبتيمال كل شيء تمام، لكن عايز تشوف الانزيم اكتيفيتي اوكي، فممكن تحط بوزيتيف كنترول، وكذلك ممكن تعمل نيجاتيف كنترول انه ايفريثينج اكزيست لكن ما فيش عندي انا التمبليت، هذا بسموه نيجاتيف كنترول، يعني انبوبتين على اساس تضمن انه بالفعل النيجاتيف كنترول يطلع زيرو برودكت، البوزيتيف كنترول اعطى برودكت له معناته انه الامور اوكي وانه الانزيم نو بروبلم في هذا الموضوع. هذا مختصر الحكي هنا. هلا عندنا صوره بوضح لي انه بوزيتيف كنترول وعندك انت تارجتس لعده رياكشن بشكل او باخر، لانه انت عارف هنا كل واحد له لينكث عندنا موجود، تمام.
طبعا هنا بالنسبه لموضوع الاجاروز جيل، يعني مش عايز اتحدث فيه، انه انا ممكن اعمل ستيننج طبعا ما بعد الرن، لنحط العينه على الجيل عشان نتاكد انه في عندنا برودكت، تمام. وبعض الاحيان ممكن يكون عندي برايمر دايمر، زي هنا ممكن يكون عندي برايمر دايمر، هذا الاسمر الفاهي هذا عباره عن برايمر دايمر في الرياكشن هذا، لكن الرياكشن الثاني ممكن ما يكونش في عندنا برايمر دايمر، لكن مش قضيه كبيره. طبعا هنا عندنا الماركر الليدر قديش بيعطيك القطعه اللي انت انترستد ان، قديش ممكن يكون اللي هو الكيلو بيس تاعها، عندنا 500 300 بيس بير او هلم جاره. هنا طبعا انت ممكن الجيل نفسه الاجاروز ضيف معاه ايتيديوم بروميد، تمام، قبل ما تضيف العينه. وممكن انت في الحاله هذه كمان تعمل انسيرشن للجيل تاعك في ايتيديوم بروميد سوليوشن على الوجهين، اتس اوكي نو بروبلم في هذا الامر. وزي ما ذكرنا البي سي ار طبعا في الدايجنوسيس مهم، تمام، سواء كنا نعرف تشيك اب للوكيميا، ليمفوما، في انواع مالجنسي، هذا امر طبعا يستخدم، هو طبعا له سنسيتيفيتي اكثر من لو انا طلعت على مستوى مورفولوجي، تمام. اكيد في عندنا سنسيتيفيتي عاليه في هذا الموضوع، بدي اشوف نوع من السترين معين للبكتيريا، مايكوبكتيريا، انيروبيك بكتيريا، سيرتن كايند اوف فيروس، اشوف موجود عندي او لا. هذه كلها عباره عن اشياء احنا ممكن نستفيد منها من خلال البي سي ار. احنا هيك ان شاء الله بننهي المحاضره هذه لمحاضره ثانيه جايه اخرى ان شاء الله، هنتحدث فيها على بعض من اوجه البي سي ار بيسك تكنيكس. السلام عليكم ورحمه الله.